شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيفية التعامل مع المسن، الوقاية من مشكلات الشيخوخة وعلاجها، ابتداء احترام وتوقير كبار السن، توفير الرعاية الصحية بالفحص الطبي والدوري للكشف عن أي مشكلات صحية في بدايتها وقبل استفحالها طبعا، والوقاية من العدوى، والاهتمام الصحي الجيد والوقاية من المرض بشكل أكبر عند المسن، وذلك لنقص وضعف يعني مقاومته ضد الأمراض. أيضا من الضروري مراجعة الطبيب عند ظهور أي أمراض أو أعراض قريبة في الجسم، مثلا تورم أحد الشفاف الشفتين أو تغير لون الجسم أو ضعف في أكل المسن. من الضروري مراجعة الطبيب وأخباره ومحاولة إقناع المسن بالعلاج. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.